مشاهدينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. زي ما انتوا حضراتكم عارفين انه برنامج عبر الكتاب هو برنامج مباشر، وعشان كده احنا بنكون سعداء بكل التواصل معاكم، سواء بالتليفون وممكن تكلمونا لو عندكم سؤال او تعليق او مداخلة على البرنامج. أرقام التليفونات بتظهر على الشاشة وقت البرنامج، فيمكنكم الاتصال بينا في أي وقت. دي الحلقة رقم 3، واللي بدأنا سلسلة منذ 3 أسابيع، ده 3 أسبوع، تحت عنوان الداعية الذي فقد عقله. وزي ما قلت في البداية أن احنا يعني مش بنتريق على حد، لكن العنوان دون أنا اخترته بعد ما شاهدت حلقة عاملها الداعية بيقول فيها المسيحيين الذين أين عقولكم أيها المسيحيين، وكأنه هو العاقل الوحيد. فأنا بدأت اخترت هذا العنوان علشان يكون عنوان أرد فيه على اتهاماته وعلى أيضا نقده للكتاب المقدس وللاهوت المسيح. بعد حلقتين لم يحتمل الداعية النقد، فعمل حلقة ورد عليا فيها وحطها على اليوتيوب من كام يوم، والحلقة النهاردة هي تجاوب مع هذه الحلقة اللي هو عملها، ورد أيضا على الحلقة اللي عملها علشان أوضح بعض الأمور ونتكلم عنها في هذا البرنامج الداعية الذي فقد عقله. في رد هذا الداعية بدأ الفيديو بتاعه بمقدمة، في هذه المقدمة بيقول لنا انه الحلقة دي اللي هو بيتكلم عنها يعني هي اهم حلقة عملها وتعتبر واحدة من اهم الحلقات، وعشان كده بيشجع كل المشاهدين ان هم يشاهدوها. فخلينا نشوف الفيديو الاولاني، المداخلة بتاعته للحلقة بتاعته في رده عليا، ونرجع نكمل مع بعض. السلام عليكم. طبعا كلكم فاكرين القس البروتستانتي اللي بيظهر على قناة نصرية معروفة. من فترة القس حاول انه يرد عليا وكنت رديت عليه وقتها. القصة مرة تانية بيحاول انه يرد عليها تاني، فالنهاردة ان شاء الله هنعلق على الفيديو الجديد بتاعه ونرد عليه. الفيديو هيكون طويل شوية لكن ان شاء الله هيكون مفيد جدا، وصدق او لا تصدق هذا الفيديو قد يكون اهم فيديو من كل الفيديوهات اللي انا عملتها، مش عشان الرد على القصة البروتستانتي، لكن عشان في فيديو خطير جدا جدا، وحط تحت كلمة جدا 1000 خط، فيديو خطير جدا للبابا شنودة هنعرضه ان شاء الله. هو بيقول ان ده اهم فيديو هو عمله كويس، والفيديو ده مهم لانه فيه رد من البابا شنودة. وانا طبعا بستغرب من مسلم انه يعني ياخد شهادة غير مسلم، لانه عدم جواز شهادة الكافر، لكن هو يستخدم اي حاجة يدافع بيها عن نفسه وعن افكاره. فاحنا هنمشي معاه طبعا، وهناخد الفيديو بتاع البابا شنودة ونتكلم عنه بالتفصيل. الرد كان على حلقة الأسبوع اللي فات اللي أنا عملتها، اللي هي برد فيها على هجومه على أنه هناك نسخة من الكتاب المقدس بترعب القساوسة، والنسخة دي ظهرت أو خرجت للنور سنة 1983. قلت يعني بقالها النسخة دي بقالها يعني almost 40 سنة ولم ترعب القساوسة، وما زال الإيمان المسيحي في قوته، وما زال كثيرون يقبلون المسيح، وما زال كثيرون يقرؤون الكتاب المقدس، وما زال كثيرون يدرسون الكتاب المقدس ويستخدمون هذه النسخة دون أن يكون هناك رعب أو خوف من هذه النسخة. فنحن ما عندناش حاجة بنخاف منها، كويس، احنا عندنا حاجة اسمها امانة علمية، وده اللي انا قلته اللي هي اللي اساسا انت او الفكر الاسلامي لا يعرف عنها شيء، الامانة العلمية. والامانة العلمية في علم المخطوطات بتقول لنا لما بيجي عند نص يقول لنا موجود في مخطوطة كذا ومش موجود في مخطوطة كذا،
وده ده دي دي دراسة خاصة ودراسة النهاردة كل الناس بتعرف عنها، وكل الناس بتقارن الترجمات، وعندنا أكثر من ترجمة باللغة العربية، واللي بيعرف إنجليزي بيطلع على الترجمات الإنجليزي، واللي بيعرف فرنساوي بيطلع على الترجمات الفرنساوي، وكل واحد من المسيحيين النهاردة عنده شوق ورغبة في إنه يعرف أكثر ويدرس أكثر. وواحدة من الوسائل اللي دايما بنشجع عليها المسيحيين في دراستهم للكتاب المقدس ان انت تقارن ما بين الترجمات. فاحنا ما عندناش نسخة ترعب القساوسة ولا نخاف منها. ناخد الفيديو الثاني، وهو بعد لما قدم الفيديو بتاعه قال لك انا طلبت القسيس البروتستانتي للمناظرة لكنه هو تهرب. فخلينا نشوف الفيديو الثاني، لأن أنا عندي رد مهم جدا على هذا الادعاء. نشوفه ونرجع نكمل مع بعض. قس البروتستانتي كنت دعوته للمناظرة عن صحة الكتاب المقدس، فتهرب فترة طويلة جدا. لكن بعد الضغط طلع في فيديو بيقول أنه موافق. تهرب فترة طويلة جدا، وده عارفين الكذب دايما ملهوش رجلين. يعني هو فعلا يعني يشرب الكذب كالماء. انا جبت ردي عليه في السلايدز اللي موجود قدام حضراتكم. دي حلقه رقم 200، يعني هنا مكتوب رقم الحلقه، دي حلقه رقم 296 اللي فيها اتكلمت عن افتراءات احمد سبيع على الكتاب المقدس، او افتراءات الداعيه على الكتاب المقدس. كويس، لو رحنا الحلقه اللي انا قابلت فيها المناظره كانت حلقه رقم 298، وكلكم ممكن تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا عبر الكتاب حلقه 296 تشوفوا لما انا اتكلمت عن افتراءاته على الكتاب المقدس ورديت على هذه الافتراءات. وبعدين بعدها باسبوع قدم لي دعوه للمناظره، وانا الاسبوع اللي بعده على طول كويس في حلقه 298 قدمت الرد بتاعي على هذه الدعوه. فيقول لك بعد فتره طويله، وكانه يعني بعد لما سمعت ان هو عايز ينظرني دخلت في الكهف وقعدت فيه اراجع اوراقي لانه مرتعب. فده كله اكاذيب، ونشكر ربنا انه في ادله وبراهين تقدر تبين هذه الاكاذيب. نكمل مع بعض الفيديو بتاعه. نكمل مع بعض. مرت فتره طويله جدا، لكن بعد الضغط طلع في فيديو بيقول انه موافق مين ونظرني. مين الضغط جالي؟ منين الضغط ده؟ كمل. عن صحة الصلب، فواضح أن موضوع صحة الكتاب المقدس صعب عليهم زي ما كنت متوقع. لكن هل من المنطق كمل أن الطرف المسيحي هو اللي يختار موضوع المناظرة المسيحية؟ يعني دلوقتي أنا مسلم، ينفع لما قس أو شخص يدعوني للمناظرة عن صحة القرآن أقول له لا أنا مش هنظرك إلا عن صلاة العصر اللي 4 والفجر 2؟ طيب خلينا نقف هنا. أولا ده مثل يعني سوري في اللفظ عبيد جدا. يعني لما أجي أنظرك في القرآن وإنت تختار صلاة العصر مش عارف ركعتين ولا 4، ده موضوع ما يهمناش، وموضوع مش متعلق بالكتاب المقدس، ده متعلق بإيمانك إنت لوحدك. إنما ليه أنا اخترت موضوع الصلب وموضوع موت المسيح؟ كويس؟ لأنه أول حاجة هو بيتهم الكتاب المقدس بالتحريف، وبما إنه بيتهم الكتاب المقدس بالتحريف يبقى هو مقتنع ومؤمن أن القرآن صادق وأن الكتاب المقدس محرف. كويس؟ أنا هنا اخترت الموضوع ده لأنه الموضوع ده مهم جدا، إن أنت تعمل مقارنة ما بين الاثنين. وهنا أنت تأتي بقرآنك وأنا أأتي بالأدلة الكتابية عن موت وصلب المسيح. ومن يثبت تاريخيا وكتابيا ومنطقيا وفكريا موت المسيح كويس من عدمه يبقى هو هنا دي المناظرة. إنما هروح على مناظرة صحة الكتاب المقدس زي ما هو بيدعي
هو هيعمل ايه؟ هيسأل أسئلة وأنا هجاوب، هيسأل أسئلة وأنا جاوب. طب وبعدين؟ هي تبقى قاعدة فيها أسئلة وإجابة، لكن عمرها ما هتبقى مناظرة. المناظرة اللي أنت تخاف منها ويخاف منها كل المسلمين هي عندما تقارن ما بين ما أعلن في الكتاب المقدس وما أعلن عكسه في القرآن. أنت بتقول في القرآن أنه لم يصلب، والكتاب المقدس بيقول أن المسيح صلب ومات. اثبت أنت بقى أمام الكتاب المقدس أن قرآنك هو الصح وأن الكتاب المقدس هو الغلط. ودي تبقى مناظرة، المناظرة اللي تثبت صحة واحد وكذب الآخر، المناظرة اللي تثبت انه الأدلة هنا لها وزن وهنا لا يوجد أدلة على الإطلاق. فأنت وغيرك تخاف وترتعب عندما تأتي إلى أمور تكلم عنها الكتاب المقدس ولم يتكلم عنها القرآن أو نفاها القرآن، وتقدم الأدلة بنفس الأسلوب حصل مع الأخ وحيد ومنقذ السقار وكل دول. عندما نختار مواضيع نستطيع فيها أن نظهر عدم مصداقية القرآن أمام مصداقية الكلام المقدس، يقول لك لا 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 لا، احنا بقى مش عايزين المواضيع دي، مش عايزين المواضيع دي. يعني مثلا لو جيت وقلت ايه، هنتكلم عن العهد القديم ونبوات العهد القديم، هل هي ليها علاقة بمحمد ولا ملهاش علاقة بمحمد؟ يقول لك لا لا، انا ما اقبلش كده. كويس، هو كل اللي عايزه انه هو يقعد يسأل اسئلة وانت ترد وبس، لكن دي مش مناظرة، دي نقعد قاعدة كده نشرب فيها شاي. إنما المناظرة بقى اللي انت تخاف منها وغيرك يهاب منها، عندما نأتي مثلا إلى حياة المسيح وحياة محمد. كويس، صلب المسيح وموته في الإناجيل وعدم صلب المسيح وموته في القرآن، دي المناظرة. قداسة المسيح وعدم قداسة محمد، دي المناظرات. تعاليم المسيح وتعاليم محمد، لكن احنا مش بنتهرب، انت اللي بتتهرب لانك تعلم جيدا انه لا يوجد دليل واحد تستطيع ان تستند عليه. طيب نكمل. ينفع لما قس او شخص يدعوني للمناظرة عن صحة القرآن أقول له لا أنا مش هنظرك إلا عن صلاة العصر ليه 4 والفجر 2 أو ليه المغرب 3 ركعات؟ أكيد مش منطقي. طبعا مش منطقي، أنا عمري ما هعمل كده. واللي أنت أيضا عارفه جيدا أن أنت خايف تناظر عن موت وصلب المسيح، لأن وقتها هتعرى ويعرى القرآن ومصداقيته أمام الكل. طيب ده بالنسبة للجزء الأولاني. طيب في كمان جزء في المقدمة، احنا لسه ده كله في المقدمة، أتمنى ما نطولش فيه كتير علشان ناخد الجزء المهم. في جزء آخر هو بقى بيتكلم فيه، هو كان لابس تيشيرت كده جميل حاطط فيه 1+1+1 بيساوي 1، كنوع من التريقة على الإيمان المسيحي بحقيقة طبيعة الله الواحد مثلث الأقانيم. فخلونا نشوف الفيديو ده لأنه هو قال في حاجة وشدت انتباهي وأنا حابب أعلق عليها. فيديو 3. الكلام على التيشيرت ممكن يكون نابع عن جهل أو عن شر، وبيقول إن أكيد مش جاهل لكن أكيد نابع عن شر. طيب فين الرد؟ هو انت مجرد ما تتهمني ان انا شرير او جاهل يبقى انت كده رديت؟ انت بتؤمن ان في اب وابن وروح قدس، وان انت ما ردتش لانك مش قادر ترد، لان الثالوث عقيده غير منطقيه، ولا يمكن يكون عندنا اله واله واله وفي نفس الوقت يكونوا اله واحد فقط. طيب هو بيقول انت ما ردتش، هو يعني عايزني اشرح الثالوث اول لما اشوف التيشيرت ده وانا بعلق عليه في عدم فهمه لعقيده الثالوث، ان انا اشرح عقيده الثالوث. وهو لا يعلم انه من خلال عبر الكتاب، البرنامج واحد من برامج قناه الحياه، وكل برامج قناه الحياه تناولت الموضوع ده بالشرح وبالتفصيل، لكن انا بتكلم على البرنامج اللي شرفني الرب بان انا اكون مسؤول عنه، برنامج عبر الكتاب. في برنامج عبر الكتاب انا بس هخليكم كمشاهدين تعملوا
يعني homework كويس، اكتب على جوجل عبر الكتاب سلاش الثالوث بس. هو لو عمل كده بس هيكتشف ان هناك اكتر من 10 حلقات كاملين اتناقش فيهم عقيدة الثالوث، منهم 3 حلقات كان فيهم الرد على محمد شاهين التاعب واثبات ان عقيدة الثالوث من العهد القديم ومن العهد الجديد. كلمت ايضا عن ايماننا المسيحي في طبيعة الله الواحد مثلث اقانيم في اكتر من 3 حلقات اخرين. كلمنا ايضا عن الثالوث كتابيا وعقائديا ولاهوتيا وطبيعة الله، كلمنا عن كل هذا وشرحنا في حلقات كثيرة جدا. لكن عدم معرفتك ليست يعني سببا في ان انت تقول اصله انت ما شرحتش الثالوث. الثالوث شرحناه وهنشرحه، لأنه هذا الإيمان المسيحي مؤسس أساسا على طبيعة الله الواحد المثلث الأقانيم. عدم فهمك لي كويس زي ما قلت المرة اللي فاتت، أو عدم معرفتك كويس، ده لا يعني أنه غلط. دي مشكلتك أنت، اللي احنا بنصلي أن ربنا يشيل الغشاوة من على عينك فتبصر وتدرك الإيمان المسيحي على طبيعته. لكن انا بعلق على التريقه اللي انت عاملها، طالع لي بتيشيرت وعامل لي عليه 1+1+1 بيساوي 1، علشان تتريق على عقيده الثالوث. ده بالنسبه للفيديو رقم 3. هندخل بقى الى الموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي في النسخه التي يخاف منها او يرتعب منها القساوسه، كويس، النسخه التي يرتعب منها القساوسة. وزي ما قلت أنا لم أجد أفضل من ضحكة باراك حسين أوباما علشان تكون هي رد فعلي ورد فعل الكثيرين تجاه هذا العنوان اللي خده يتحدث فيه عن إحدى ترجمات الكتاب المقدس. النسخة التي يرتعب منها القساوسة. هو عملي، هو ما ردش علي خالص. هو قاعد يدور على فيديو للبابا شنودة يرجع 30 سنة علشان يقول أسيس هجمني والبابا شنودة يعني دافع عني. فهل فعلا البابا شنودة دافع عنه؟ هل فعلا البابا شنودة واحد من هؤلاء القساوسة الذين ارتعبوا من إحدى الترجمات للكتاب المقدس؟ خلينا نشوف هو بيتكلم عن فيديو البابا شنودة إزاي، وبعد كده نكمل مع بعض تعليقنا على كلام البابا شنودة. يقول انه ما شافش قسيس اترعب من هذه النسخة، ولا ان الكنيسة منعتها، ولا ان الكنيسة في خلاف مع دار الكتاب المقدس. طبعا انت ما شفتش، ولا يلزم من ان انت ما شفتش ان ده غير صحيح. انت ما شفتش لانك مش عاوز تشوف، او ما بحسش كويس، او ربما بتكذب. ومش انا اللي هرد عليك، هجيب لك فيديو للبابا شنودة نفسه بيرد عليك، وهو بيتكلم عن ترجمة الحياة اللي بتحط أقواس زي اللي في النسخة اللي معانا دلوقتي، وبيتكلم عن النسخة دي تحديدا، وبيتكلم عن النسخ المشابهة اللي فيها شواهد وملاحظات. وفيديو البابا شنودة تاريخه 12/12/1990، يعني بعد عمل هذه النسخة، بعد عمل هذه النسخة ب7 سنوات فقط. فيديو البابا شنودة خطير جدا جدا ومهم جدا جدا. هو كان موجود عندي على هيئة محاضرة صوتية، لكن قعدت يومين كاملين عشان اقدر الاقيها على هيئه فيديو، وبعد بحث وعناء طويل وجدت الفيديو الحمد لله. والحمد لله ما ندمتش على اي لحظه قضيتها في البحث عنه، لان الفيديو اكد كل حرف قلته عن خوف الكنيسه من هذه النسخه ومن النسخ المشابهه. وانا اتحدى القس البروتستانتي انه يعرض كلام البابا شنودة على القناه عنده، يعرضه كامل بدون ما يقص منه. قص كلامي انا مش مشكله، لكن اعرض كلام البابا شنودة، ولو قصيت منه المسيحيين كلهم هيعرفوا الحقيقه وانك بتخدعهم. انت قلت هتعمل كذا حلقة بترد عليها فيها، فانا اتحداك انك تعرض كلام البابا في الفيديو القادم. ما بقولكش اعرض كلام شخص مسلم ولا كلامي انا، لكن بقولك اعرض كلام اكبر رأس الكنيسة الارثوذكسية، وكلامه في صميم موضوعنا. يعني مفيش سبب يخليك ما تعرضوش، فهل هتقدر تعرضه للمسيحيين بدون ما تقص منه؟ وري المسيحيين ماذا يقول اكبر رأس الكنيسة الارثوذكسية، الا لو انت شايف ان البابا شنودة ما بيفهمش وخايف تعرض كلامه لاي سبب. عموما هنشوف هتقدر تعرضه ولا لا.
يزيد ويعيد ويلك ويعيد ويزيد في نفس العبارة. anyway الفيديو بتاع البابا شنودة وكأنه مثلا الفيديو بتاع البابا شنودة ده اتعمل سرا كويس وفي الخفاء وفي قعدة سرية لا أحد يعلم عنها شيئا، وكأن الكلام الذي قاله البابا شنودة فعلا خرج من واحد مرتعب وخائف، وإنه يعني البابا شنودة فعلا ارتعب من النسخة ومن الترجمة اللي موجودة وأمر بنسفها وأمر بأنها تتشال من كل المكتبات المسيحية لأنه لا ينبغي أن نستخدم هذه الترجمة. ده الإحساس اللي هو بيدهولك، ده الإحساس اللي بيحاول إن هو يلعب عليه. لكن هل فعلا البابا شنودة كويس ارتعب من ترجمات الكتاب المقدس؟ خلونا ناخد بقى، انا حاولت ان انا اجيب الكلام بتاع البابا شنودة. انا الفيديو بتاع البابا شنودة حوالي ساعة وشوية كويس، وانا ما عنديش مشكلة انه يتعرض كله من اوله لاخره كله، والفيديو موجود على اليوتيوب والفيديو متاح والفيديو يعني موجود بقاله 30 سنة ومتسجل ومحطوط، وهنتكلم عن الفيديو ده. لكن خلونا الأول نشوف كلام البابا شنودة عن ترجمات الكتاب المقدس. نشوف أول فيديو للبابا. أنا في الحقيقة بنبسط جدا لما ألاقي هذا الاهتمام بالكتاب المقدس، وإن في كل سنة يقام أسبوع للكتاب المقدس، دي بركة كبيرة جدا. نقف في هنا. الاهتمام ممكن نقف هنا. أولا البابا شنودة واحد من المحبين لكلمة الله والغيورين على كلمة الله، ودار الكتاب المقدس كانت بتعمل أسبوع اسمه أسبوع الكتاب المقدس اللي فيه تجمع كل الطوائف مع بعض ويتكلموا، والشعب شعب الثلاث طوائف كويس يحضر في لقاءات مختلفة طوال الأسبوع كويس، يحضر فيها يعملوا مرة في الكنيسة الإنجليلية مثلا مصر الجديدة أو أسر الدبارة، ومرة في الكاتدرائية، ومرة في الكنيسة الكاثوليكية، وكل الدعوة بتبقى عامة لكل المهتمين ولكل شعب الكنيسة انه ياتي ويسمع محاضرات عن الكتاب المقدس. والمحاضره اللي بيلقيها البابا شنودة في الوقت ده في الكاتدرائيه في اجتماعه الاسبوعي اللي كان كل يوم اربعة امام الالاف من الحضور الذين كانوا يحضرون هذا الاجتماع اسبوعيا، فهو مش بيتكلم عن امام صفوه، امام لاهوتيين، أمام ناس يعني بتدرس الكتاب المقدس، بتكلم لشعب الكنيسة، لشعب الكنيسة. وكان حاضر مندوبين من دار الكتاب المقدس، كان وقتها الدكتور عبد المسيح استفانوس كان رئيس دار الكتاب المقدس، أيضا رامز عطلة اللي هو حاليا مدير لدار الكتاب المقدس، فكل دول حاضرين وبيوزعوا الكتاب المقدس وبيوزعوا نسخ من الكتاب المقدس وبيتكلموا عن الكتاب المقدس. فالجلسة لم تكن أبدا جلسة سرية، دي حاجة عامة، اللي عايش في الكنيسة يعرف كويس قوي ان هناك اسبوع غالبا بتعمل في يعني ديسمبر او عن الكتاب المقدس. فاول حاجة انه لم يكن فيديو خاص، ده فيديو عام. نكمل مع بعض. كبيرة جدا في الاهتمام بالكتاب، وعايز اكلمكم شوية في تفاصيل هذا الموضوع. انا طلب الي اني اتكلم عن الكتاب المقدس وتحديات العصر. هو طبعا جايز التحديات، تحديات للعصر، ولكن ليست تحديات للكتاب المقدس. جميل، حلوه قوي العباره دي، حلوه قوي العباره دي. التحديات هي تحديات للعصر لكنها ليست تحديات للكتاب المقدس.
هو ما سمعهاش ومش هيسمعها ومش هياخد باله منها. لكن البابا بيقول إنه الكتاب المقدس لا توجد هناك تحديات أمامه. الكتاب المقدس كل الأمور التي انتقد فيها الكتاب المقدس من نقد عالي ونقد منخفض، من نقد الأسلوب، من كل مدارس النقد، خرج الكتاب المقدس أعظم وأقوى وأكثر انتشارا من السابق. كمل مع بعض. أكبر من أن يكون موضع تحدي، ولكن مع ذلك النقط اللي ممكن نقولها هي الآتي، وأنا مسرور طبعا أن هيئة دار الكتاب المقدس موجودة معنا في هذه الليلة، لأن في كلام عايز أقوله ليهم هم بالذات قبل ما أقوله ليكم. أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس، وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. كويس، نقف هنا. الفروق العديدة دي البابا هيتكلم عنها في فيديو آخر، وهي أساسا فروق لغوية ترجمية في الترجمة. كويس، معظم الاختلافات في الترجمات هي اختلافات لغوية، يعني بيحط كلمة ممكن تكون بدل كلمة بنفس المعنى، بس يعني كلمة ليها. الاختلافات كلها معظمها لغوية. كمل مع بعض. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ، ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين. أوكي، فروق في اللغة وفي الألفاظ، دي النقطة الأولانية اللي اتكلم عنها البابا، إنه هذه الاختلافات ما بين الترجمات هي فروق في اللغة أو في الألفاظ. وزي ما هيجيب أمثلة يوضح لنا الاختلافات دي، هتوضح أكتر فكرة البابا عن الترجمات. نكمل مع بعض. وممكن الناس يقولوا إن هو ده كلام ربنا، وكل يوم تقولوا كلام تاني غير الأولاني، حكاية مش مظبوط. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده، وهو كتاب مقدس عشان أمضي عليه، ما برضاش أمضي عليه مع إنه الكتاب المقدس. كويس. البابا عنده بعض التحفظات على ترجمة كتاب الحياة. دي تحفظات، زي ما أنا عندي تحفظات على بعض الترجمات. يعني أنا في دراستي في ترجمات ما بستخدمهاش. ليه؟ لأن أنا بقول إن الترجمة دي مش بتقدم فعلا المعنى اللي موجود في اللغة الأصلية، سواء العبري أو اليوناني، للكتاب المقدس. لكن في ترجمات عندي هي محل ثقة من الناحية الأكاديمية، أقول إنها محل ثقة. كويس. فالبابا عنده تحفظات على ترجمة الحياة، ودي تحفظات يحترم عليها رأيه فيها، لكن هي دي تحفظاته هو. زي ما أي واحد فينا دارس بيفضل ترجمة عن ترجمة، زي ما النهاردة في مجتمعنا بنفضل، مثلا الأغلبية بتاعتنا بنفضل ترجمة فان دايك. لو اتعملت ترجمة أخرى غير فان دايك هتاخد وقت وسنين، لأنه الناس حفظت اوريدي ترجمة فان دايك. حفظنا الآيات اللي مكتوبة في ترجمة فان دايك، حفظنا الآية بالشكل المعين، فلما تيجي تحط كلمة بدلها، يعني توبة للمساكين بالروح، وتحط يا لسعادة المساكين بالروح، لو شلت توبة وحطيت يا لسعادة، البعض يقولك هي انت ليه غيرت دي؟ فهي ترجمات مختلفة، والبابا عنده تحفظ. ماشي، مع تحفظ البابا ده رأيه الشخصي ويحترم رأيه الشخصي، لكنه هل هو هنا خايف من هذه الترجمات؟ كمل مع بعض. ما برضاش أمضي عليه مع أنه الكتاب المقدس، لأني مش موافق على الترجمة الموجودة. إحنا مش معناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان ننشرها في مصر. مصر بلاد متحفظة، كنيسة كونسيرفاتيف إلى أبعد الحدود. كل يوم ترجمة دي ما بتعجبناش، يا ريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. يعني البابا ما عندهوش مشكلة إنه تطلع ترجمة كويس وتكون ترجمة كويسة ويستقر ويتفق عليها ويستقر الوضع عليها.
ده كلام البابا، وده كلام من 30 سنة. أنا بتكلم على زمان غير زمان. كمل مع بعض. الترجمه البيروتيه ما احنا مبسوطين منها، هو كتبت مجرد خلاف ان قسيس تبقى شيخ، شيخ تبقى قسيس، او ان المنعم عليها تبقى الممتلئه نعمه، او ان تقاليد وتعليم، دي حاجات بسيطه ولفنا عليها ونقدر نقولها لاولادنا ومبسوطين قوي من الترجمه دي وماشيين بيها. ولكن ارجو من دار الكتاب وأرجو ملحا في الملاحظة الآتية، طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ. طب ما الكلام ده يشكك يا جماعة. طيب خلينا نقف هنا، خلينا نقف هنا، نرجع إلى 30 سنة، نرجع إلى 30 سنة. كشعب مصري نسبة الأمية كانت موجودة، كانت أكثر من 70% كشعب مصري. نسبة الأمية يمكن 68-70%، كويس. أنا ما عنديش فكرة الأيام دي النسبة الأمية كام، يعني اللي عندهم اللي ما بيقروش وما بي ما بي ما ما بيكتبوش أكثر من تلتين الشعب، كويس. وما كانش في حاجة اسمها دراسات في المترجمة للعربي عن نقد النص وعن الاختلافات ما بين المخطوطات وعن مدارس النقد المختلفة. مع وجود هذا، البابا هنا بيتكلم من منطلق أولا وأخيرا إنه راعي، خايف على البسطاء. ليه؟ لأنه الفكر الإسلامي للأسف هو الفكر الطاغي عند عدد كثير في ذلك الوقت من الناس، انه زي ما الفكر الاسلامي انه الكتاب القرآن منزل، ايضا عندهم فكرة انه الانجيل منزل، فبما انه منزل يبقى ما فيش اي دور للكاتب البشري، ولا في معرفة عن نقل المخطوطات وانتقال مخطوطة لمخطوطة او نسخ المخطوطات والاخطاء اللي ممكن يقع فيها الكاتب الى اخر هذه الامور، ما كانتش موجودة. الراجل بيتكلم هنا، البابا بيتكلم هنا من منطلق انه اولا راعي، خايف على انه لما واحد يبقى حافظ الآية بالشكل الفلاني، كويس، اجي انا اقولها له بشكل اخر. انا الكلام ده وان ما كنتش اقدر احكيه مع ابويا من 30 سنة، يعني وانا بدرس في كلية لاهوت ما كنتش اجي اقول لابويا انا درست في المخطوطة الفلانية كذا ودرست في المخطوطة الفلانية. ابويا كان راجل بسيط، كويس، وهو بيقبل الكلمة وبيصدقها وما عندهوش اي معرفة عن المخطوطات وعلم النقد الى اخره. البابا بيتكلم من هذا المنطلق. النهاردة اكتر كنيسة عندها دراية ووعي بعلم المخطوطات وبدراسات المخطوطات وبالدفاع عن المخطوطات وتوضيحها الكنيسة الأرثوذكسية. الوضع اختلف من 30 سنة، كويس. فالنهاردة عندنا فرق كبيرة جدا، مجموعات، فريق الدفاعي اللاهوتي، عندنا دراسات خاصة في علم المخطوطات من الكنيسة الأرثوذكسية، عندنا أيضا مقارنة ما بين المخطوطات، عندنا كتب الأب متى المسكين اللي فيها بيقول لك دي موجودة في كذا ودي مش موجودة في كذا، وإنه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل مش هتلاقيها في المخطوطة الفلانية. كل دون موجود النهاردة، لكنه من 30 سنة لم يكن موجود. فالبابا بيتكلم من منطلق زمان مختلف، ومن منطلق انه كونه الراعي المسؤول عن ابسط انسان في الكنيسة الارثوذكسية، هو مسؤول عنه امام الله، مسؤول عنه، فخايف عليه. لكنه هو ده الخوف اللي خلى البابا يقول الكلام ده. لكن البابا النهاردة لو موجود في هذه التحديات اللي عايشينها من الالحاد وغير الالحاد، البابا كان هيقول لا، احنا محتاجين ترجمة نحط فيها الاجابات على كل هذه الاسئلة وتوضيحها. نكمل مع بعض فيديو البابا. غير المسيحيين يقولوا علينا ايه؟ اهو دي نقطة مهمة جدا. غير المسيحيين، هو خايف انه واحد زي الداعية دون، كويس، يفهم غلط زي ما هو فهم غلط،
كويس، ويهاجم الكتاب المقدس على أساس ترجمة. غير المسيحيين يقولوا علينا إيه؟ ليه؟ لأن هم فكرهم أنه اللوح المحفوظ، فلما يلاقي ترجمة جات فيها عبارة ما بين قوسين يبقى غير المسيحيين يقولوا علينا إيه. النهاردة إحنا لازم نجاوب على أسئلة غير المسيحيين، وبنوضح الفرق ما بين دي ودي ودي. من 10 سنين ما كانش عندنا إلحاد في مصر، النهاردة الإلحاد كاسح، ما فيش أسرة من المسيحيين أو من المسلمين ما فيهاش واحد واثنين ملحد. فأصبحت التحديات اللي بنواجهها الكنيسة النهاردة مختلفة عن 30 سنة مضت. الناس في وعيها وإدراكها النهاردة، الجيل الجديد اللي احنا بنرعاه النهاردة مختلف، بيدخل على الانترنت، بيدور المعلومات متوفرة، بيقارن، بيدرس، كل ده موجود. فاحنا عايشين النهاردة في زمن غير الزمن. كمل مع بعض. ودي مش موجودة في نسخ، ودي موجودة في حاجة تاني. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. طيب النقطة دي مهمة جدا. ليه؟ لانه انا درست في كلية لاهوت، ودرست يمكن لسنين طويلة، وبدرس في كلية لاهوت. اللي كنت أدرسه في كلية لاهوت لما كنت فيها طالب في مصر سنة 84، كويس، ما كنتش أقدر أروح أحكي فيه مع أبويا وأمي، مش هيفهموه. أبويا بيروح الكنيسة عشان يسمع كلمة ربنا ويتعزى ويتشدد ويتشجع ويرجع البيت، لكن ما كانش ينفع عشان أبقى واعظ كده معاصر أقف وأقول لهم أصله الآية دي محطوطة ما بين قوسين لأنها مش موجودة في المخطوطة الفلانية والمخطوطة الفلانية. النهاردة ممكن أقول ده، لكن من 30 سنة ما كنتش أقدر أقوله، لأنه كان الوعي والإدراك والمعرفة كانت محدودة. كمل مع بعض. طيب هنكمل مع بعض الفيديو بتاع البابا، لانه في حاجات نقط مهمة جدا. طب ايه بقى الاختلافات، او ايه هي النقط اللي قدمها البابا عشان يقول لنا ان هناك اختلافات ما بين الترجمات؟ وخلوا بالكم، عمر الاختلافات ما بين الترجمات دليل على التحريف. دي ترجمات، اي دارس الف ب للكتاب المقدس يعرف ان الترجمات لا تعني ابدا تحريف. النص الأصلي هو الأساس، النص العبري، النص اليوناني، النص الأرامي هو الأساس للكتاب المقدس. فخلونا نشوف الاختلافات اللي البابا بيتكلم عنها ويوضحها. أنا مش هتكلم كتير، أنا هخلي البابا شوية هو اللي يتكلم. أنا في الحقيقة بنبسط جداً لما الاقي هذا الاهتمام. لا ده اللي احنا عايزين الفيديو الثاني. وان في كل سنه احنا بنتعاون مع بعض في مساله الكتاب المقدس. تعاون مع بعض على فكره. واكثر اي ترجمه بتتم ما بين الثلاث طوائف الكبار. يعني انا كان عندي مشروع ترجمه انه نرجع الى اسماء الله اللي ذكرت في العهد القديم ونحطها، بدل ما نحط الله مثلا نحط زي مرة ذكرت إلهيم نحط إلهيم، ذكر يهوى نحط يهوى، إيل شداي الإله القدير كده. ونزلت السنة اللي فاتت مصر وقابلت الأستاذ رامز عطلة مدير دار الكتاب المقدس، وقلت له أستاذ رامز، أنا قعدت معاه لأنه رامز صديق ليا، وقعدت معاه وشرحت له أنا نفسي في ترجمة تتم بالشكل الفلاني. رامز يعني عقد لي الدنيا، كويس، وقال لي لازم التلات طوايف، ولازم يبقى في لجنة من التلات طوايف وتحكي مع بعض وتاخد كل نص. وأنا قلت في بالي ده احنا كده هنقعد 20-30 سنة عقبال لما ترجمة تطلع للنور، كويس. فده المتبع. الكنيسة الأرثوذكسية جزء من هذه اللجنة، بل جزء أصيل من أي ترجمة بتتم للكتاب المقدس داخل مصر. ماشي، خلينا نكمل مع بعض.
احنا بنتعاون مع بعض في مسألة الكتاب المقدس، واكتر ناس بياخدوا منكم من دار الكتاب المقدس هم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فيجب ان نراعي مشاعرها في هذه الطبعات. ما تلجؤناش ان احنا نطبع الكتاب لوحدينا وما نتعاملش مع دار الكتاب. اولا اوكي، اولا ده مش تهديد، ده البابا شنودة اللي يعرف البابا شنودة، البابا شنودة معروف جدا بانه خفيف الدم وانه يحب الضحكة حتى في الكلام بتاعه، وعشان كده هيكمل، كمل الفيديو هنشوف انه دي ده مش تهديد، ده هو بيضحك معاهم. كمل مع بعض. انا اسف بقول الملاحظات دي، كان ممكن ابعتها لكم في جواب، لكن الكتاب المقدس بيقول على يد شاهدين او ثلاثة تقام كل كلمة. اهو البابا شنودة هنا بيضحك معاهم، بيضحك مع الناس، بيضحك مع اللجنة، بيضحك مع اللي موجودين. انا شخصيا كان ليا شرف ان اقابل البابا شنودة سنة 92، كان في وفد من جنوب افريقيا، كنيسة جنوب افريقيا، وكلفت انا وانا كان سني وقتها صغير بما ان انا بعرف انجليزي ان انا ارافق هذا الوفد في زيارته للبابا في المقر الباباوي في الكنيسة في العباسية. وكان الوقت اللي اعطي لنا في الزيارة دي انه 20 دقيقة هنقضيها مع البابا، نتعرف عليه ونسلم عليه ونمشي. كويس، قعدنا مع البابا اكتر من ساعتين، العشرين دقيقة كانوا ساعتين، ومعظم الوقت كان حتى القفشات بتاعته وتهريجه بالانجليزي مع الناس، انا ما ترجمتش، وكانت كل القعدة فيها روح المرح والدعابة والضحكة، فده طبيعة البابا. انا حتى وقتها ندالي وقال لي تعالى انا عايز ادي لك كام كتاب، وندى للسكرتير بتاعه وجاب 4 كتب من كتبه ومضالي عليهم، وقال الاحتمال دول يخلوك ارثوذكسي، وكان بيضحك معانا. دي طبيعة البابا، فهو مش بيهدد الكنيسة وبيهدد دار الكتاب وانه مليان غضبا زي ما بيتكلم عنه الداعية الذي لا يعرف شيئا عن البابا. طيب ناخد جزء بيتكلم فيه البابا عن الاختلافات، الفيديو اللي بعد كده بيتكلم فيه البابا عن الاختلافات ما بين الترجمات وإيه هي هذه الاختلافات. خصوصا إن هذه الترجمات أحيانا تكون خلاف في اللفظ وأحيانا تكون خطأ فعلا. طيب كويس، خلينا نقف هنا، اختلاف فين؟ في اللفظ، وخطأ في الترجمة، مش خطأ في النص الأصلي، خطأ في الترجمة. هو بيتكلم عن الترجمات، فممكن المترجم بدل ما يترجم الكلمة اليوناني صح يخطئ في ترجمته للكلمة اليونانية، أو يضع كلمة لا تحمل نفس وعمق المعنى اللي قصده الكتاب المقدس. اتكلم عنها هو شوية البابا هنا بالتفصيل، خلينا نسمعه الآن. الترجمة الجديدة خطأ، هضرب لكم مثلا، من جهة الأخطاء زي أحيانا تترجم كلمة الأمم بالوثنيين. طيب يبقى واضح قصد البابا الخطأ إيه؟ الخطأ إن لما تترجم كلمة زي مثلا كلمة الأمم بدل ما تترجمها الأمم تترجمها بالوثنيين، ده خطأ ترجمة، لأنه الأمم تترجم على أنها الأمم، اليهودي بينظر للأمم على أنهم وثنيين، ده موضوع تاني، لكن ما ينفعش تترجم الأمم على وتساوي كلمة وثنيين، يبقى ده خطأ ترجمة وليس خطأ في الكتاب المقدس. في فرق كبير جدا ما بين الخطأ في الترجمة وأن يكون خطأ في الكتاب المقدس. بابا بيتكلم عن أخطاء الترجمة. كمل مع بعض. بالوثنيين
الأمم هم الأمم جنتايلز. كلمة جنتايلز بالإنجليزية أصلها من الكلمة اللاتينية جنس، وجنس يعني جنس، بنترجمها بالإبتي إثنوس يعني الأمم، فهي معناها الأمم لكن مش معناها الوثنيين. كان اليهود يعتبرون غير اليهود هم الأمم سواء كانوا وثنيين أو غير وثنيين، هم أمم، يعني الأمم الأخرى التي ليست من نسل يعقوب أبي الآباء وليست من نسل إبراهيم أبي الآباء، بالذات ليست من نسل يعقوب. أو مثلا يجي يقولوا في ترجمة التطويبات يقولوا سعداء، سعداء سعداء هم المساكين بالروح وسعداء هم الودعاء. ده لو جابوا لنا 1000 ترجمة تقول سعداء مش هنتنازل عن التطويبات أبدا. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه أي دارس للغة يعلم أن كلمة سعداء لا تحمل المعنى الكامل للكلمة تطويبات، وبالتالي أي دارس للغة، مش كده؟ علماء اللغة مهمين جدا، اللغة اليوناني واللغة العبري والبابا أيضا اللغة القبطي، يعلم جيدا أنه ما ينفعش تروح تترجم كلمة مكاريوس اللي هي باليوناني تحطها سعداء، والبابا هيشرح النقطة دي. نكمل المساكين بالروح طوبى للودعاء، ايه اللي سعداء دي؟ التطويبات كلمة مكاريوس وجمعها مكاري كلمة يونانية واسعة المعنى، البعض يترجمها سعيد بكلمة هابي، والبعض يترجمها مبارك بكلمة بليسد، ولكن هي تشمل سعيد ومبارك الاثنين مع بعض. لو قلنا مبارك بس يبقى غلط، ولو قلنا سعيد بس يبقى غلط، فالترجمة الإنجليزية غير دقيقة. ولذلك في ترجمات إنجليزية يسموها بيتيتيودز، بيتيتيودز بدال ما نقول هابي ولا بليسد، هي تجمع المعنيين مع بعض. لذلك الكلمة العربية مطوب أو مخبوط هي كلمة سليمة. إيه معنى إن احنا نغير دي؟ طب ما كلمة تطويب كلمة موجودة في اللغة العربية وكويسة خالص. جميل جدا. يبقى الاختلافات اللي بيتكلم عنها البابا هي اختلافات في الترجمة، والبابا لو قعد في لجنة من لجان ترجمة الكتاب المقدس هيقول رأيه، وهيقول أنا أصر على استخدام كلمة طوبة وليس استخدام كلمة سعيد، لأنه كلمة طوبة تعني سعيد ومبارك، تجمع الاثنين مع بعض، وده اللي بيقوله علماء اللغة. وعشان كده في كل الترجمات الكتاب المقدس علماء اللغة مهمين جدا، وجودهم مهم جدا في ترجمة الكتاب. دي اختلافات لا ترعبنا. البابا بيقول رأيه بصراحة، وبيقول رأيه من منطلق مسؤوليته عن رعيته أمام الله. كويس. النهاردة من ضمن الحاجات اللي احنا بنشجع عليها أي دارس الكتاب المقدس نقول له قارن الترجمات المختلفة، قارنها، خلي عندك ترجمة واثنين وثلاثة. أنا عندي سوفت وير بيفتح لي أكتر مثلا ممكن من 150 ترجمة في نفس الوقت وباللغات المختلفة، وبختار اللغة اللي أنا بعرفها. ما اعرفش يعني مش هدرسها بالروسي، لكن ممكن اعرف الترجمات الانجليزي بانواعها المختلفه والاوروبيه بعضها، يعني اقدر اختار الترجمات المختلفه وادرسها، لانه ده بيدينا عمق. في ترجمات تهتم بالكلمه ككلمه، وفي ترجمات تهتم بالفكره كفكره. عالم الترجمات ده عالم واسع جدا، عالم واسع جدا، واللي بيشترك في ترجمة بيعرف إلى أي مدى هناك مجهود وتعب وسهر ليالي وسنين عشان تخرج ترجمة للنور. طيب نكمل مع بعض فيديو البابا، لأنه البابا بيتكلم عن أجزاء أخرى مهمة
فخلونا نستمع إلى كلامه. خصوصا إن هذه الترجمات أحيانا تكون خلاف في اللفظ، وأحيانا احنا خدنا الفيديو ده، ممكن ناخد الفيديو الأخير للبابا. احنا في بلد محافظ عايزين ترجمة على قدنا، لا عايزين نزود ولا ننقص، والكتاب ليس مجالا للفصاحة وإنما كتاب للتعليم. زي واحد جه يترجم المزمور الأول كعصافة تزريه الريح، صدقوني الكلام مضحك، مش عايزه يعلق بأسانكم. كلنا مسكين حكاية عصافة تزريه الريح ومشي. الترجمات العديدة هي نوع من التحدي الذي يتعب الناس، وليس تجديدا، لأن الكتاب المقدس مش بتاع تجديد. الكتاب المقدس شيء كما هو، بناخده زي ما هو كده، لا عايزين فيه تجديد ولا عايزين فيه ترجمات أخرى، ويبقى لنا كما نحن. جميل جدا. الكتاب المقدس كتاب عايزين ناخده كما هو، ومش عايزين فيه اي تجديد. هو بيتكلم على انه مرتاح الى ترجمة الترجمة البيروتية، مرتاح الى ترجمة فان دايك، كويس. ومن 30 سنة ما كانش عندنا القدرة على ان احنا نقارن ترجمات، وما كانش عندنا ايضا المعرفة الكبيرة عن المعرفة العامة. انا بتكلم عن كانت موجودة عند الصفوة لكن مش موجودة عند العامة. الدارسين كانوا عارفين، لكن الموجود النهاردة المعلومات موجودة للعامة. النهاردة في شباب بيتكلموا معايا عن المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية والاختلاف ما بين دي والاختلاف ما بين دي، فكل دون النهاردة موجود. خلونا ناخد مكالمة ونرجع مع بعض. الأخ نظير من هولندا. سلام المسيح معك دكتور أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا لي بركة كبيرة أنه أتكلم معك ومن خلال برنامجك هذا الرائع، وأنت تتكلم في موضوع في الصميم عن الترجمات. قبل أن أدخل في المداخلة، أحب أن أقول لهذا الشخص الذي اسمه أحمد بن سبيع، بالمناسبة أنا دعوته لعدة مرات لمناظرة لكنه جبان، لا يجرؤ أن يأتي ويناظر مسيحي له إلمام بالكتاب المقدس وله إلمام بالقرآن. أحمد سبيع هو من الناس الذي يحاولون أن يلعبون بالماء العكر، فيتصايد بالماء العكر لكي يطعن بالكتاب المقدس، لكنه لا يستطيع دكتور، لأنه هناك فطاحلة من المسيحيين المؤمنين يستطيعون أن يردون على مثل أحمد سبيع وأمثاله الموجودين الذين يطعنون بالمسيحية. أما بخصوص الكتاب المقدس، أنا كطالب كلية اللاهوت عندي يقين بأنه الكتاب المقدس مستحيل أن يحرف، مستحيل أن يحرف. لماذا؟ لأنه الكتاب المقدس الكتاب الوحيد له مخطوطات 27,000 مخطوطة في العهد القديم والعهد الجديد. أن أعطيك مثل، إذا اليهود حرفوا الكتاب المقدس فسوف يعلمون بهم المسيحيين، وإذا المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس فسوف يعلمون اليهود، فهناك مشكلة كبيرة تحصل، وهذا شيء مستحيل. لم أسمع ولا على مر التاريخ بأنه هناك يهود طعنوا بالمسيحيين أو هناك مسيحيين طعنوا باليهودية، مستحيل. أما بخصوص الترجمات، نحن نعلم، أنت تعلم أستاذي العزيز، العهد القديم كتب باللغة العبرية، كله كتب باللغة العبرية ما عدا سفر إزرا ودانيال كتب باللغة
الآرامية، وهم آخر آخر أسفار من العهد القديم. أما العهد الجديد فكتبه ب أنا قدامي دقيقتين بس أخ نذير، ممكن العبرية. ممكن بس بسرعة أوكي. علشان أنا عندي تعليق. عموما ماشي، أنا آسف. لا حبيبي. فمستحيل أخي دكتور أشرف أنه الكتاب المقدس يحرف، يعني لأنه لو أكرر وصلت فكرة حضرتك طبعا، لأنه وجود العدد الكم هذا الهائل من المخطوطات، ووجود أيضا زي ما قلت في حلقة سابقة يمكن من 3 حلقات، من الذي حرف الكتاب المقدس؟ هل اليهود ولا المسيحيين؟ ولو حرفوا اليهود هيبقى شكله ازاي؟ ولو حرفوا المسيحيين هيبقى شكله ازاي؟ اللي عايز اختم بيه مع حضراتكم انه فيديو البابا لا يوجد فيه ابدا اي حاجة تخوفنا. فيديو البابا موجود للعامة، فيديو البابا موجود على اليوتيوب، فيديو البابا اتقال في الكنيسة العامة، فيديو البابا هو عنده بعض التحفظات على بعض الترجمات، وهو كراعي بيتكلم من منطلق خوفه على أبسط واحد في الكنيسة الأرثوذكسية، كويس؟ وده هو مسؤول أمام الله عن كده. لكن هو البابا النهاردة، حتى البابا توادروس النهاردة بيشجع على إن هندرس الكتاب المقدس وندرسه من خلال الترجمات المختلفة، ونختار الترجمات الكويسة الأكاديمية اللي بتهتم بأنه تترجم كلمة كلمة في كلمة الله المعتمدة على المخطوطات الأصلية، لأنه دوًا بيثري وبيغني الكنيسة وبيساعدني أنا في دراستي كشخص الكتاب المقدس. الكلمة دي تعني كذا، الكاتب الأصلي قصد بهذه الكلمة كذا وكذا. فإحنا مهم جدا أن إحنا نقول أنه كلمة الله لم تحرف، وأنه لا توجد ترجمة مهما كانت تخفنا أو ترعبنا. النهاردة الترجمة الحديثة موجودة، ترجمة الحياة مازالت موجودة. اسأل الشباب اللي في الكنائس، قل لهم عندكم ترجمة الحياة ولا ما عندكمش ترجمة الحياة؟ عندكم الترجمة الحديثة الترجمة المحققة ولا ما عندكمش؟ عندهم NIV، عندهم نيو أمريكان ستاندر، عندهم كل الترجمات دي. فلا يوجد أبدا ترجمة تخيف القساوسة زي ما اتكلم عنها هذا الداعية. كلمة الله ثابتة إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو كلمة واحدة من المكتوب. هنكمل مع بعض في حلقات سابقة، نكمل الرد على هذا الداعية الذي فقد عقله في الحلقات القادمة. فإلى أن نلتقي بكم، سلام المسيح يكون معكم.